في اليوم التالي استقبلت وفاء صديقتها وأطلعتها على آخر تطورات، كما أخبرتها بأن والدها مصمم على تزويجها من الشيخ. أبلغتها صديقتها بأن كل اتصال يفرضه عليها الشيخ خارج ميثاق الزواج القانوني يعتبر اغتصابا يمكن التصدي له بكل وسائل الدفاع المشروع عن النفس. رسخت الفكرة في ذهن الفتاة الشابة التي فتنت الشيخ، وقد قررت أن تقاوم. كانت تعلم أن رجال الشيخ عبد الله الحامي يمارسون أشد أنواع الضغط على والدها، وقد هددوه بأن يجعلوه معزولا في الحي، هو الرجل البسيط الذي تعود أن يبادله السكان التحية وبعض الحديث. كانت تحس بأن والدها لا يمكن أن يكون ذلك السد الذي تحلم به كل فتاة ليحميها حين تشتد العواصف ويقوى الخطر. لم يكن لمجمع الخباز من الوسائل ما يتيح له الدخول في حرب مع الشيخ عبد الله. بعد أيام في غياب وفاء تلا والدها والشيخ عبد الله الفاتحة وقبض المهر وتحدد موعد الزفاف. تحول أبو جمعة الزوج الطيب والأب الحنون في تلك الأيام التي سبقت الزفاف إلى وحش كاسر. كانت نظراته غاضبة وكان كلامه غاضبا، لعله سعى أن يظهر بمظهر رب الأسرة المتحكم في شؤون أسرته والذي لا يجرؤ أي من أفراد العائلة على معارضته. في الحقيقة كان رجال الشيخ عبد الله يعيرونه بعد أن رفضت ابنته الزواج من الشيخ بأنه رجل لا شخصية له، وها هو يثبت لهم العكس، يظهر في قمة التجاوب مع مشيئة الشيخ عبد الله. كذلك سيقت وفاء إلى الشيخ بعد أن ألبست قفطانا بهيجا ودعتها أمها بعينين دامعتين. في باب بيته كانت تقف امرأة عجوز حاولت أن تمسك بها لتعدها للشيخ الذي كان في جانب من الغرفة يصلي ركعتين، ولكنها تفلتت من المرأة. كان الشيخ قد انتهى من صلاته، نهض مسرعا يريد الامساك بها، ولكنها كانت تتهرب وقد ازدادت توترا لما رأته ينزع ثيابه. ولما ضجر من تهربها جاء بحبل كان يضعه في مكان خلف الباب، اراد تكبيلها صدته. اتخذ من الحبل صوتا وصار يضربها في اجزاء مختلفة من جسدها الغض. سقطت ارضا، حاول ان يكبلها ولكنها اسقطته على السجاد. في تلك اللحظة وهو يحاول النهوض وبطريقة ما التف الحبل حول رقبته. كانت فرصة لوفاء للتملص منها. جذبت طرفا من الحبل، شدته بقوة، رأته يحاول ان ينزعه من رقبته ثم خارت قواه وسقط ارضا. لم تكن وفاء قد ادركت انها قتلته. فتحت الباب فإذا المرأة العجوز واقفة هناك. حاولت أن تعيدها إلى الشيخ، ولما نظرت إلى داخل الغرفة رأته ممددا على الأرض. اقتربت منه، كانت عيناه جاحظتان وفمه مفتوحا ولا يتنفس، كان ميتا. صاحت العجوز أن قد قتل الشيخ. التحق بالمكان ثلاثة أو أربعة من الشبان الملتحين، كانوا من ملازميه. لم يكن ممكنا التستر على الامر، فالرجل له وزنه في الحي، ثم في النهاية هي جريمة قتل. تم الاتصال بالشرطة. لم يطل الانتظار اذ حضر العميد محمد بوغابة الذي تمكن من خلال جس نبض الفقيه من استنتاج وفاته. اتصل بالوكيل العام للملك وبرئيس المنطقة الامنية، كما طلب حضور اعوان من مصلحة مسرح الجريمة للمساعدة في المعاينة والبحث. كانت وفاء منزوية في جانب من الغرفة وقد على وجهها الذهول، كانت تبكي. كان قفطانها الموشى بخيوط ذهبية قد مزق في اكثر من مكان. لم تكن تتصور ان معركتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة ضراوة الشيخ ستؤدي الى وفاته. لم تصدق انها قتلته. كلف العميد احد الاعوان باقتيادها الى مقر المنطقة الامنية وجعلها رهن اشارة الضابطة حليمة بوخاطر لتتلقى منها تصريحاتها الاولى.
وكان العميد بوغابة قد هاتف الضابطة وطلب منها أن تعمل على الكشف عن الفتاة بحثا عن كل أثر للعنف الذي يبدو أنها تعرضت له. لما رفعت جثة الشيخ عبد الله وحملت إلى المستودع البلدي للأموات، كان خبر مقتله قد سرى في الحي كما تسري النار في الحصيدة. تدفق العشرات من أتباعه على المسجد، كانت وجوههم واجمة، وفي هامش المشهد الذي تكون حول مسكن الشيخ الملاصق للمسجد بدأ الموضوع يحتل مكانا في النقاش، فقد سرى أن الشيخ عبد الله الحامي قتل على يد إحدى زوجاته بينما كان يعنفها، وفي رواية بينما كان يضربها. دخلت على الخط إحدى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة المعنفة، وكانت رئيستها في المنطقة محامية معروفة، وقد استطاعت أن تقنع بوجمع الخباز بتوكيلها للدفاع عن ابنته التي تواجه تهمة القتل. وقد تسنى لها بفضل ذلك مقابلة وفاء التي كانت قد أكدت في تصريحاتها أنها كانت تحاول صد الشيخ عبد الله لمنعه من اغتصابها. قالت إن الشيخ سلط أتباعه على والدها ليرغمها على الزواج منها، كما أنه رفض توثيق الزواج، وحين سيقت إليه أراد اغتصابها، ولما تفلتت منها جاء بحبل كان يريد أن يكبلها به ليشبع رغبته. أكدت أنه ضربها بالحبل، وقد عاينت الضابط حليم أبو خاطر آثار الضرب. استمع الباحثون إلى نسوة الشيخ الحامي، زوجته الأولى وحدها كانت لها وثيقة عقد الزواج، الأخريات كان يتزوجهن بقراءة الفاتحة بشهادة اثنين من أتباعه، فتيات كثيرات تزوجهن بتلك الطريقة. كما تم الاستماع الى المرأة العجوز التي اقرت بان مهمتها منذ سنين توضيب العرائس للشيخ عبد الله قبيل الدخول بهن. كشفت العجوز عن حالات كثيرة سبقت حالة وفاء، قالت انهن كن بنات فقراء من اتباع الشيخ، ولم يكن اي من اهلهن يجرؤ على الكلام، كان الشيخ الحامي مستحوذا على عقولهم والبابهم. افضى البحث الى اقامة الدليل على ان وفاء كانت ضحية محاولة اغتصاب، وانها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس. لما تم تقديمها امام قاضي التحقيق قرر ان يضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وقبل ان يأمر بنقلها الى السجن بحضور محاميتها ابلغها انه قرر حبسها حماية لها من الاتباع الكثيرين للشيخ الحامي الذين قد يريدون بها سوءا. وهي في السجن زارتها منظمة للدفاع عن المرأة مقرها الرباط، ابلغتها رئيسة الوفد بانها اعدت لها مسكنا في الحي الجامعي، وخصصت لها منحة شهرية ستتسلمها مباشرة بعد ان تلتحق بالكلية. امضت وفاء رهن الاعتقال نحو شهرين، ثم قرر قاضي التحقيق عدم متابعتها من اجل قتل عبد الله الحامي، وأدرج النازلة في خانة الدفاع الشرعي عن النفس.